ايضا عندنا بوكسات مصوبة على مقترحات الطرق، وعندنا ايضا راعي غنم راعي منطقة خضراء فيها اعلام موجودة للمدرسة واللعب بجانبها. طبعا اخذنا احداثيات صور للمكان، ما تعرفوا خلى في الحرب خطيات الحجر عليه وفجرت تأذية. وطبعا وجودكم وجود دائرة شؤون الألغام اللي هي معنية في كل شيء. تصير بهذه العملية بعد ما المعالج يدخل ويعالج العبوة ويشيل قدها ويفجر وترجع تنملي ويفجر بالتعاون ويا الجيش. نحن نعلم اليوم حجم التحديات الكبيرة، قرى صغيرة تقطعت بسبب هذا التلوث الهائل وهذا الاستعمال المفرط للتنظيمات الإرهابية للعبوات الناسفة وللإيقاع بأكبر عدد من المواطنين الآمنين المدنيين المساكين. بصراحة اليوم احنا ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون الألغام الأنماس ندعم بقوة كل العمل اللي تقوم به الشركات والمنظمات بإشراف دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة. نحن كوزارة داعمين بشكل كبير ونبذل كل الجهود لتسهيل عمل هذه الشركات والمنظمات والتي أتت لمساعدة شعبنا على استعادة حياة الطبيعية، تطبيق استراتيجية إعادة الاستقرار وإعادة النازحين والمهجرين هو أولوية في برامج الدعم الحكومي، وكذلك تطبيق استراتيجية إعادة الاستقرار توجيهات دولة السيد رئيس الوزراء هو التركيز على دعم هذه البرامج وتوفير البيئة المناسبة لعودة النازحين إلى قراهم والبدء بعملية إعمار المناطق التي تضررت. مساحات حالياً المتبقية عندنا حوالي 33 كيلو متر مربع، نبحث عن آلية لهذه اللي ما مشمولة بأوامر عمل، نبحث على بآلية لغرض تكليفها للشركات والجهد الوطني لغرض الإسراع بتطويرها إن شاء الله. الهدف من هذه الزيارة؟ الهدف من الزيارة الاطلاع الميداني على الأعمال لإزالة الألغام الموجودة في محافظة نينوى، وكذلك التقاء باللقاء بسيد محافظ نينوى وطرح السبل اللي تمكن من الإسراع في تطهير مناطق نينوى كافة إن شاء الله، والاطلاع على كذلك على مطار الموصل وكيفية تهيئته لغرض استلامه من قبل الشركة الاستثمارية للمباشرة ببنائه. تم إجراء زيارة عالية المستوى برئاسة السيد معالي وزير البيئة المحترم الدكتور جاسم الفلاحي، وكذلك مدير عام دائرة شؤون الألغام والكادر المتقدم بدائرة شؤون الألغام والمركز الإقليمي الشمالي، إضافة إلى وجود برنامج الأمم المتحدة UNMAS لشؤون الألغام للاطلاع على واقع الأعمال المنفذة في محافظة نينوى قضاء تلكيف في ناحية فليفل. هدف هذه الزيارة هي الاطلاع على الأعمال المطهرة في ناحية فليفل والتي تم تسليمها إلى الجهة المستفيدة من المحافظة وكذلك المواطنين من أجل زراعتها، وهذا كله يتماشى مع سياسة الحكومة العراقية اللي هي المساهمة والإسراع بعودة النازحين وإعادة الاستقرار والبناء إلى المناطق المحررة. There is quite a lot of contamination in this area and the purpose is to see the quality of work that we conduct in this area. الغرض من هذه الزيارة في موقع تلكيف من قبل شركة GCS بتمويل من دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام برفقة معالي وزير البيئة، هو لمراقبة العمل والاطلاع على آخر مجريات العمل في هذه المنطقة. In order to ensure that they are aware of the activities going on but also the danger in the site as well. من أكبر الصعوبات المتواجدة في هذا الموقع تحديداً هو قربها عن المناطق السكنية ووجود الكثير من المدنيين في هذه المنطقة، مما يؤثر على تحركات الناس وكذلك على الماشية التي يمتلكونها في هذه المنطقة، ونحن باتصال مع الناس الموجودين هنا لإيصال رسائل توعية بالمخاطر المتفجرة لتقليل خطر الإصابات في حال